السلام عليكم، ورجعت لكم بحلقة جديدة من التساؤلات. خلونا نبدأ. السؤال الأول من محمد ألف يقول: يا محمد، أكثر من مرة أحط السؤال ولا تجاوب عليه. هو إذا كان لو في قفص الطيور وكان بالطرف وعملوه يخرج من القفص وما حجر صغير برا القفص، هل يستطيع الخروج؟ عشان أشرح لكم السؤال، لو كان لاو في جانب قفص الطيور وعمل روم بحيث نص روم داخل القفص والنص الثاني برا القفص، هل يقدر يعمل شامبل مع حجر برا القفص كذا يكون طلع؟ جوابي هو احتمالين. إذا اللي يسويه لاو هو اختفاء، إنه يختفي من مكان ويبدل مع شغلة ثانية في مكان ثاني، نعم يقدر يطلع. لكن إذا الموضوع هو عملية جذب سريع بحيث أنه لو يجذب شيء مكانه ويمر مرور سريع اللي يسمونه الانتقال الآني، انتقال في لحظة سريعة، إذا ما راح يقدر يطلع من القفص، لأنه حتى لو بيمر بسرعة من خيوط القفص بتقطعه. سؤال من ماكيو 1 MAQ1: من مؤلف كتاب فواكه الشيطان؟ وهل هو جربها كلها ولا يعرفها بطريقة أخرى؟ وأكرر سؤالي القديم: هل مستخدم فاكهة إيس يستطيع الطيران؟ أبغى رأيك يا محمد مخصوص. شباب استنى، هو قال يبي رأي محمد مخصوص، لقف أكل، اطلع من السالفة، وانت اطلع، يبي رأي محمد مخصوص. كل مرة تطلعون بحلقة التساؤلات وتخربون الرجال، قال أبي رأي محمد مخصوص. شو اللي مزعلكم؟ ماني فاهم أنا، يعني شو اللي مزعلكم؟ كثير من علماء القواميس والكتب التصنيفات اللي زي كذا عندهم طريقتين لتصنيف الأشياء، الأولى بالدراسة ودراسة الخصائص، والثانية عن طريق التجربة. ومثل ما شفنا في ون بيس، تجربة جميع فواكه الشيطان أمر صعب على شخص ما لم يكن هو مخترعها يقدر يصنفها. الشغلة الثانية أنا أعتقد أنه عن طريق الدراسة، أنه شخص عارف طريقة عمل فواكه الشيطان وعارف كل شكل ولون يرمز لإيش. فإذا احنا وصلنا إلى مرحلة ان احنا نعرف شنو هي طريقة عمل فاكهة الشيطان وشنو هي خصائصها، راح نقدر نميزها عن بعضها. وهذا الشخص واصل جدا وكتابه نادر جدا جدا. اما بالنسبه لسؤالك الثاني، هل يستطيع اللي عنده فاكهه ايس الطيران؟ اذا قدر يطور تقنيه النار انها تنقذف منه بشكل قوي وتقذفه مثل رصاصه مدفع، اي نعم يستطيع الطيران، لكن طيران مؤقت وهو الاندفاع، مش التحليق والعوم، لا الاندفاع. سؤال من ايه محمد: ليه تاخرت كثير وانت ما تكلمت عن كونان ولا شفنا حلقه عنه؟ عطوا لايك تكفون يا فانس كونان على التعليق. اعتذار حار من القلب، فعلا انا مخطئ بالنسبه لانطباعات كونان. انا قلت ابي اعطي الفانز اللي بداوا يتابعون كونان بسبب بدايه الانطباعات فرصه يوصلون الاحداث اللي احنا فيها، وقلت ابي اجمع اكثر من راي من الاخ احمد والاخ ياسر بنسوي حلقه مشتركه وجميله، مما خلاني ابتعد شوي عن كونان وخلاني انسى خيوط كثيره ونظريات حلوه كنت مسويها عن كونان. انا اعتذر منكم، لكن انا وياسر احمد رجعنا من جديد ندرس حلقه كونان عشان ننزل حلقاتها. انا فعلا اسف، كثرة الاعتذار دليل على الفشل، أنا آسف هالمرة، وإن شاء الله أنه يكون هذا الاعتذار الأخير. كل اللي أقدر أقوله أن الله يقويني وأنزل لكم حلقات كونان بسرعة، أرجوكم تتقبلون العذر مني. سؤال من جواد العذان يقول: وش تتوقع مصير ميهو كذا تم إلغاء نظام الشيبوكاي؟ والله يا أخوي جواد، أعتقد إذا تم إلغاء نظام الشيبوكاي راح يكون ميهوك أحد أكبر وسائل رعب على قلوب حكومة العالم، واعتقد انه راح ينافس على لقب يونيكو. طبعا عشان ينافس على لقب يونيكو لازم يكون له طاقم خطير جدا يقدر يواجه به اليونيكو، مما يعني لازم يبدا رحلة جديدة لتكوين الطاقم هذا، لكن رحلته راح تكون بسيطة وسهلة، خاصة من وضع كاتشيبوكاي انه يعرف يوصل لمين ويعرف يختار مين ويسيطر على مين. سؤال من الفضي ذا سيلفر يقول: سؤال محير، وحط صوت قلب. انت قلت في انطباع الحلقة 675 ان فاكهة تريبل اللي هو رجل المخاطر ان فاكهته لوجيا، ودليلك هو ان تريبل ما تأثر من ضربة اسب، لكن في حلقة من الحلقات روبن استطاعت الامساك بتريبل لكي تضع العنب الحارة في فمه. السؤال هنا: هل روبن تستخدم هكي التصلب، او ان فاكهة تريبل هي فاكهة براميسيا؟
طبعا انا لما حكمت على فاكهه تيبل انها فاكهه لوجيا ما كان في اي تصريح يدلنا عليها، انا حكمت عليها من خواصها. ومشكل فواكه اللوجيا يصعب ماسكه، خاصه اذا كان مخاط، فالمخاط خاصه انها تقدر توصل الى درجه متصلبه. اما ان روبن تستخدمها كتصلب فانا ضد الموضوع هذا. هو من اثنين، يعني اخطات وقلت ان لوجيا وهو براميسيا خاصه انه ما في اي دلائل تثبت العكس، او ان لوجيا ومخاطه كان في لحظه متصلبه شوي قدرت روبن تعكسه معاها. سؤال من عادل الشمري KSA يقول: شانكس لما دخل سفينه اللحيه البيضاء اطلق الهك الملكي وعمل شطبات في السفينة، هل تتوقع في المستقبل تظهر قوة جديدة للهكي الملكي؟ أنك إذا طورتها إلى أعلى مستوى تكون قادرة على تحطيم سفينة عن طريق الهكي الملكي. طبعا أنا تكلمت من قبل عن خصائص الهكي وقلت أن الهكي الملكي مستحيل يكون قوته مقصورة على إثارة الرعب، خاصة أن احنا شفنا أن أي شخص يطلق الهكي يأثر على المكان اللي حوله، زي ما قلت أنت عن شانكس، وزي ما جابوا من قبلنا في أحجار تحركت من هول الهكي. وقلت أني أتوقع أن قوة الدراجون المدمرة ليست فاكهة شيطان، إنما هذا هو الهكي الملكي حقه. سؤال من إكس سابو إكس إكس: أنا عندي سؤال، وش تتوقع صار على أخت لاو؟ لأن كانوا مطلعين لنا أنها توزت، يعني اختبأت في الدولاب أو الدرج، هم طلع من المستشفى لما قصد أنه لما لاو طلع من المستشفى واحترق البيت هو يحسب أنها ماتت، بس ما طلعوا لنا لقطة أنها ماتت أو حتى أكدوا لنا، فأنا أتوقع أنها حية قدرت تنجو، يمكن هربت زي ما هرب لاو، او يمكن احد ساعدها، او يمكن ويمكن، واتوقع بيقابلها لاو بعدين في المستقبل. شوف اخوي، توقعاتك جميلة وتحليلاتك جميلة، لكن انا صعب والله اني اتوقع. واكون معك صريح، لو كان في امل بسيط لحياتها كان لاو عادلة، خاصة لما كبر عقله زي كذا وجابوا ان المدينة البيضاء كل اللي فيها تم فناهم، حتى لو قدرت تهرب الا اذا كان احد ساعدها وهرب بها بعيد. ما في شيء يأكد وفاتها مليون بالمية، وما في شيء يأكد انها نجت مليون بالمية، هي مجرد توقعات. وخروجها مرة ثانية على قيد الحياة ما حيغير من سير المسلسل بشكل كبير جدا. سؤال من وائل يقول: ما تلاحظ انك سحبت على سؤالي؟ ليش لطبيلي بملك الظلام؟ اتمنى الرد يا اخوي محمد. حبيب قلبي وائل، اول شيء اعتذر اني سحبت. السبب وما فيه ان انا فعلا ما اعرف ليش ريلي لقب بملك الظلام، والمفروض اني اجاوب واقول لك انا ما اعرف والله ليش ريلي لقب بملك الظلام. اتمنى ان هالشيء يتوضح في المسلسل. سؤال من وليد العسيري يقول: يعطيك العافيه واعيد سؤالي، هل تتوقع بعد ما تسقط الحكومه ويصير لوفي ملك القراصنه بنشوف ايش صار في الطاقم بعد كم سنه؟ وايش راح يكون توجههم؟ مثلا زوسي مدرب سيافين، سانجي يتزوج وتكون له عائله، يسب ورجع ويتزوج كايا وما الى ذلك. شوف اخوي وليد، انا اتمنى ان هالشيء يصير، لان تعودنا من المسلسلات ان النهايه تكون زي كذا، تنتهي وتجيب لك ايش صار بعدين، او انه ما يجيب لك شيء. في انمي تينجن توبا جورن لاغان لما جابوا لي البطل ايش صار فيه في النهايه وين راح، صدقني ما حبيت الموضوع، كرهته، ان الشخص اللي كنت اشوفه الملك واللي طلع من خلد تحت الارض الى الشخص اللي حكم الى اعلى السماوات وسيطر على الكون وعلى المجره، رجع بعدين شخص مشرد. ما تدري شنو النهايه اللي ممكن يحطها لك الكاتب. اتمنى اذا اودا ناوي يسوي هالشيء في ون بيس، وانه بيجيب لي بعد سقوط حكومه العالم وانتهاء كل شيء، يجيب لي شيء حلو، او انه يوقف عند النقطه هذه. سؤال من اف جي دبليو ايلو يقول: يعطيك العافيه اخوي محمد. يعافيك حبيبي. وسؤاله في تعقيد الحين، يعني ناوي يعقدني بشغله. سكواد وطعن الوايت بيد بقوه الطعنه دخلت من بطنه وطلعت من ظهره، ويوم مات الوايت بيد ظهر ما كان فيه شيء، وشلون؟ والكاتب قال ان الوايت بيد لم يخدش ظهره طوال حياته، كيف؟ هل هو غلط من الكاتب؟ طبعا اخطاء الرسوم صارت في الاستديو هذا كثير، خاصة انه ما رسموا شانكس بيده غير مقطوعة، خاصة انه في بعض الحلقات يكون الرسام يحاول يتجنب الدموية الكبيرة، لان الانمي من مستوى شنن خاصة قبل السنتين ما اضيف فان سيرفس الدموية والاشياء الثانية الا بعد احداث
السنتين. أما بالنسبة لكلمة أودا أن الوايت بيرد لم يخدش ظهره من قبل، ما يعني أن الوايت بيرد لم يغدر به، لأن الطعنة اللي جات من سكوادو اخترقت صدره، أي أنه طعن من الأمام ولم يطعن من الخلف. الوايت بيرد حذر جدا لدرجة أنه لن يخدش ظهره، وهالشي جابوه أن إيس حاول يغدر فيه حتى وهو نايم ولا قدر. سؤال من عبد الرحمن الهمزة يقول: أنت قلت، يعني أنا يا محمد النعمي، ان ما عندك انمي مركز اول بس كل فترة انمي يسيطر. طيب شنو الانمي اللي سيطر اكثر مدة ممكنة؟ اكثر انمي سيطر عندي وطول هو ناروتو، بعده بليتش، الحين ون بيس. سؤال من هاشل طلال يقول: بوك قبل 50 سنة قال ان روجر كان مبتدئ، ولوفي بعد موت ملك القراصنة روجر ب22 سنة بدأ رحلته، هذا يعني استغرقت رحلة روجر حوالي 28 سنة تقريبا حتى مات. اتمنى ان حسبتك صحيحة، بحكم انه باقي على القصة 300 حسب تصريحات اودا. طبعا التصريح هذا اللي تقول عنه انا ما سمعت به من قبل، بحثت عنه ما لقيته، رجعت للتصريحات الرسمية مش موجود التصريح هذا. انا ما ادري انت من وين جبت التصريح هذا يا اخوي هاشل طلال. كم من الوقت امام لوفي للوصول لهذا اللقب؟ وهذا يكون تايم سكيب اكثر من 2 سنين بكثير، وهذا تتغير شخصية لوفي عند بلوغ السن اكبر، تطلع له لحية يعني مثلا. شوف حبيبي، زي ما قلت لك التصريح هذا انا ما وصلت له ولا وقفت عليه، اتمنى ان حسبتك للوقت صحيحه، لكن باقي من الون بيس اكثر من 30%، هذا من وجهه نظري. على العموم لو بيكون في تايم سكيب او بيكبون في العمر، احنا شفنا على اودا تغيير الملامح بشكل كبير، زي ما شفنا في زورو، شفنا سانجي كيف طلع على ديجن، شفنا اوسب كيف طلع على ديجن، شفنا نامي وروبن شيء اللي تغير فيهم، فاكيد لوفي بيتغير في شيء ثاني قدام لو نوى يكبر. من ناحيه تعابير الواد من ناحية اللحية والدقن، فهي عند أودا دارجة عند الكبار، فراح تشوفها على لوفي لو كبر لوفي، خاصة انهم جابوا شكل روجر قبل لا يصير ملك القراصنة كيف ما كان عنده الشنب، بعدين جابوه بالشنب هذا. سؤال من عبد العزيز الراجح يقول: يا محمد من أقوى لك، ملكمة إيزابيلو ولا سايتاما؟ سايتاما حبيبي سايتاما. سؤال من أنمي داون: هل شوقة تتذكر الأشخاص الذين حولتهم إلى دمى؟ وهل سيصير لوفي او لا ويونيكو عندما يهزم كايدو؟ شوف حبيبي، بالنسبه لشوغا تتذكر اللي حولتهم الى دمى، شوغا قالت هالشيء من قبلها ما تتذكرهم، لكن ما تتذكرهم لكثرتهم مو لان فاكهتها تاثر عليها. انا ما اشوف ان فاكهه الشيطان تاثر على مستخدمها، خاصه ان احنا شفنا ان النار اللي اشتعلت عن سابو حتى ثيابه ما تحرقها ولا تاثر عليها، فاعتقد ان مساله المحو من الذاكره تصير على الغير لكن ما تصير على شوغر نفسها. ايضا هل سيصبح لاو ولوفي يونيكو اذا هزموا كايدو؟ لا يا حبيبي ما حيصير يونيكو، عشان تصير يونيكو لازم كنت تحتك ممالك، وكون تحتك جيوش تحالفات، تكون اسمك مدوي، مو بكونك هزمت احد يونيكو راح يجعلك يونيكو. سؤال من مومي يقول: سؤال بسيط يا تجاوبه، هل من المعقول ان الهك الملكي ليس له استخدامات اخرى؟ لان شينجاو يوم عارف ان لوفي عنده الهك الملكي قال لا اي من الملوك تريد ان تصبح، وانا لاحظت من كم موقف مثل اطقاق، اطقاق معناها معركة لوفي مع سيزا، كان في تكافؤ بالقوة، ثم فجأة لوفي اطلق مثل الهك الملكي وطلعت نفس مؤثراته، ثم بدأ بهزيمة سيزا، ويوم تطاق يعني تعارك مع شينجاو وبراس يوم كل واحد فعل هكي التصلب وبقسوا يعني الكمو، ثم ظهر هكي ملكي من بين البقسين اي اللكمتين، طير اللي بالكالسيوم اي طياهم يعني ما يبيها ترجمه، مع انه بعاده اليوجن كان الهكي الملكي يخرج من راس لوفي، فمن الممكن ان لوفي يقدر يعزز ضرباته ويعزز الهكي اللي عنده بالهكي الملكي. وسلامات على ايدك، طبعا كانت يدي مصابه قبل فتره اسبوع، شكرا حبيبي، كان عندي اصابه في اصبعي الحمد لله عدت على خير، لسه باقي لها شويه تدريبات. واذا بتجاوب على السؤال اقراه بصيغتك لانه طويل، وشكرا اخ محمد. على العموم هو يقصد شن هي انواع الهك الملكي اذا هي موجوده، وجاب الدلائل ان شينجاو قال حق لوفي اي ملك تريد ان تكون. طبعا انا لي وجهه نظر وقلتها من زمان ان الهك الملكي ما يقتصر على اخافه الغير، وان له انواع، فيه الملك المحتل، فيه الملك المسالم، فيه الملك الغازي، فيه اكثر من نوع، عشان كذا اعتقد شينجاو قال اي ملك تريد ان تكون، فقوه الهك الملكي ما توقف عند حد معين. طبعا من الاسئله الشخصيه سؤال اماني 20 محمد سيمباي، ليه انت مو متزوج مع انك مقتدر ماديا ما شاء الله وعمرك مو صغير عشان تقول بدري؟ هل لانك عقده من الجنس الناعم ولا في سبب ثاني؟ طبعا انا جاوبت على السؤال هذا في حلقه الاحتفاليه بال100,000، كان المفروض اني اخليه للحلقه هذه، انا اعتذر. على العموم الحمد لله الامور طيبه، ولا عندي عقده من الجنس الناعم
وأنا موجود، حياكم الله اللي بيتزوجني كمان، يلا تعال تعال. طبعاً أضفت على قائمة الأسئلة أول سؤال، لأنه نحط الحين قاعدة جديدة في الإجابة على الأسئلة. أكثر 10 أسئلة خذت لايك، أول سؤال وضع في الفيديو، وأيضاً أكثر سؤال أعجبني. أكثر 10 أسئلة خذت لايك جاوبتها، أكثر سؤال أعجبني اللي هو سؤال أماني جاوبتها، والحين نجي إلى أول سؤال وضع في فيديو من إيه منداني. من تتوقع اليونيكورن رابع بالمستقبل؟ أتمنى حتى المشتركين بالقناة يجاوبون، في بعض المشتركين في القناة جاوبوا، لكن بالنسبة من يروح يكون اليونيكورن رابع في المستقبل؟ لو قلنا عندنا البلاك بيوت، عندنا شانكس، عندنا كايدو، عندنا البيج مام، ما سقط أحد عشان يكون في يونيكورن رابع، هم 4، لكن لو واحد منهم سقط منهم بيكون اليونيكورن رابع، أو منه أشوف أنا أنه مستحق يكون اليونيكورن رابع. شوف من السوبر نوفا أرشح لوفي وكايدو، هل أنا أشوفهم مستحقين يكونون اليونيكو رابع، لكن لوفي بيكون الملك الأقوى الملك العام، فما حيوقف عند اليونيكو رابع، بالعكس لوفي راح يحطم نظام اليونيكو مثل ما شفتها في المارين، ناس تبي تحطم نظام الشيبوكاي، لوفي راح يحطم نظام اليونيكو ويكون ملك واحد على القواصينة مش 4 ملوك. في النهاية في حلقة تساؤلات ثانية راح ننزلها بعد الحلقة هذه بمناسبة وصولنا إلى 500 فيديو في القناة والحين تجاوزناها ولله الحمد. على العموم أسئلتكم خلوها في الفيديو هذا، لا تحطونها في الفيديو الثاني الأسئلة اللي تبوني أجاوب عليها، خلوها في الفيديو هذا. الحين كل اللي أقدر أقوله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الشير، اللايك، السبسكرايب، شوفكم.